أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الانتهاء من إعادة عد وفرز محطات الكرخ والرصافة والنجف والمثنى المطعون بها بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، فيما اعتبر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل خطاب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي الشاهد حول نزاهة انتخابات تشرين الأول. وفي شأن ذي صلة، توقع جميل أن يشهد الأسبوع المقبل إعلان النتائج النهائية بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون وطي هذا الملف، وبالتالي الذهاب نحو مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج والمباشرة بالتوقيتات الدستورية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.